خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في لقاء جديد من وتستمر الحياة. سعيدة جدا بلقائكم، سعيدة جدا بالتواصل معكم. نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير، والله يخليكم. عارفة بلي الكونفينمون ماشي سهل، ولكن كيخصنا نلتزموا لأن المسألة كتعلق بحياتنا. فإن شاء الله كل شيء غادي يدوز كيف ما كنقولوا، غيبقى غير تعاود، وإن شاء الله يكون خير. ونتمنى أنه إحنا جميع نلتزموا بالشروط الاحترازية لأنها في صالحنا إحنا الأولين. فالله يخليكم، جلسوا في ديورنا، خرجنا للضرورة القصوى مرحبا، غادي نتقداو مرة في 3 أيام، مرة في الأسبوع، مرة في 15 اليوم، غادي للعمل لأنه يمكننا نخدمه من الدار، أو كاينش الإمكانية ديال أننا نشغله من الدار، أو لا لضرورة طبية مستعجلة ما يمكنش تسنى، مرحبا. غير ذلك خصنا نجلسوا في ديورنا، وإلا خرجنا نخليو بيننا وبين الآخر متر على الأقل، ونديرو الكمامة ديالنا، لي بافيت ديالنا مهمين، خصنا نديروهم. فوالا، نتمنى أنه نستوعبوا المسألة باش إن شاء الله بإذن الله نتغلبوا على هذا الفيروس هذا. دوينا ودوينا ودوينا، وأملنا أنه الناس توعى بضرورة الالتزام، لأن هي الحل الوحيد والحل الأنجع باش نتجاوزوا هذه الأزمة الصحية وهذه الجائحة العالمية. وكيف ما تعودتوا دائما، وتستمر الحياة بطعم تفاؤل، وأكيد أنه في وسط الكونفينمون كيخصنا شوية نكونوا متفائلين دو بلوس. ولكن للأسف بزاف ديال الناس كيتشكاو من كثرة النقير، الضغط والتوتر اللي عايشين فيه، ولينا خاصنا غير وقتاش نقبطوا في بعضياتنا، وقتاش نتناقروا مع بعضياتنا، وقتاش ندابزوا. مسألة اللي بزاف ديال الناس صبحات كتخنقهم. ولهذا الغرض اليوم كنستضيف لكم معنا لالا ابن احود. فوالا، لالا ابن احود نبيلة، وهي أخصائية في البرمجة اللغوية وأستاذة جامعية في التواصل. اليوم غتكلم معنا على مجموعة من الأمور اللي كتمد الجانب هذا. مرحبا بك لالا نبيلة، وسعيدة جدا باش تصادفك معنا في وتستمر الحياة. ونتمنى أنه بطبيعة الحال تستمتعي انت أيضا بلقائنا اليوم. شنو بان لك هاد الشيء اللي قلنا في المقدمة؟ شنو اللي مخلينا شي شاد في شي ما باغيش نطلقوا من بعضياتنا؟ عفوا. شكرا لالا سكين على الاستضافة، وسعيدة جدا بلقائي معكم، وسعيدة أكثر أنني نقدر نبارطاج مع يعني المستمعين ديالكم بعض الأشياء اللي تقدر تفيدنا جميع في هذه المرحلة ديال الحجر الصحي. السؤال ديالك، علاش كنقرو، علاش كتكثر الخصومة، علاش كيولي واحد فينا مقابل الاخر؟ ما اول حاجة اننا كنعيشوا واحد الظرفية اللي تفرضت علينا بجميع المقاييس، ما اختاريناهاش، لقينا راسنا بين ليلة وضحاها مفروضة علينا. بيان سو حنا عارفين بانها تفرضت علينا للصالح العام، ولكن حنا كنهضروا على يعني النفسية ديالنا، كيفاش كنقدروا نتصرفوا في هاد الحالة. يعني الشخص اللي كتفرض عليه شي مسألة، اش كيوقع؟ اولا كيرفضها، لان دائما ما كنبغوش نغيروا العادات ديالنا اللي حنايا كتخلينا نحسوا بواحد لو كونفور. حيت لو كونفور مهم بزاف للشخص، الشخص دائما كيبغي يدير داكشي اللي موالف كيديرو. 8 كيفيق، 8 ونص كيخرج، 10 كيدير هادي، 11 كيدير هادي. دونك بالنسبه ليه هاد العادات ديالنا تغيروا، وملي كيتغيروا كنحسوا بالقلق، كنحسوا بالخوف، لان شنو غادي نديروا؟ اكثر حاجه ما كيستحملهاش الانسان هو التغيير، التغيير ديال العادات اللي هو ملي حطهم pendant des années كان تيحس براسو راه صافي دابا انا ارتاحيت، لان لو كونفور كاين. الوغ ديجا هاد الحاله ديال الحجر كتخلينا نحسو بالقلق، لان ما عندناش لو كونترول، حنايا ما عندناش دابا التحكم في حتى شي حاجه. قبل كنا كنتحكموا في حياتنا كلها، كنعرف امتى غنخرج، امتى غادي ندخل، وامتى غناكل، امتى غنسافر، امتى غادي ندير. بيان سور ان شاء الله هادشي كله متفقين عليه، ولكن دابا ما عارفينش شنو هما لي دات اللي ممكن نخرجوا فيهم، كيفاش ممكن حياتنا تولي من بعد، كيفاش ممكن نتصرفوا. دونك ملي كنحسوا بهاد القضيه هادي ديال لامبيسونس، اولا ما عندناش القدره على التحكم، كنحسوا براسنا اننا عندنا واحد لو ماليتر بروفون. هذاك لو ماليتر كيتزاد ملي كنكونوا في البيت جالسين 24 ساعه على 24 ساعه مع العائله ديالنا، او بالاخص بون لو كونجوان. دونك اش كيوقع؟
كنولي واحد فينا مقابل الاخر، مقابل الاخر ولكن ماشي مقابل لانه مقابل هو، لانه تو سامبلومون الاخر هو اكثر واحد قريب لينا باش يخلينا نعبروا على هذاك لو ماليتر اللي حنا عايشينه. دونك حنا تنفجروا في وجه الاخر، ولكن هو في الحقيقه راه ماشي هو اللي مقصود. اللي مقصود في بهذا الانفجار هو انني نخرج هذيك الطاقه السلبيه اللي تكونت عندي لداخل واللي خلاتني ما قادرش نفكر، ما قادرش نزيد القدام، لان دائما كنقول اش غيوقع من بعد. دونك كاين هذه المساله. المساله الاخرى هي اننا بزاف منا كيشتغل في البيت، دونك ملي كنديرو كنشتغل، ملي كنقول كنشتغل في البيت يعني الا كنا حنايا جوج مثلا كنشتغلوا في البيت زائد الاطفال اللي كياخذوا الدراسه ديالهم عن بعد، كيولي واحد كياخذ الحمل اكثر من الاخر. علاش؟ لان تو سامبلومون كل الطريقه ديالو ديال الاشتغال، كاين اللي مني باش يخلق لراسو لي كونديسيون دو طرافاي او الظروف الملائمه للاشتغال، شنو كيدير؟ كيحط الحمل كله هو على الاخر. الاخر كيولي كيقول علاش انا عييت. دونك مشينا من المرحله ديال عدم الفهم ديال هذه المساله، يعني القلق من هذا الشيء اللي كنعيشوه، التراكمات اللي كنعيشوها في البيت، الاورغانيزاسيون، ولقينا راسنا باننا عينا. هذاك العيا اللي كنحسو به هو اللي كيخلينا عاوتاني نكونوا شحنه سلبيه اللي كتنفجر في وجه الاخر، وكتخلينا بيان سور كل ساعه نغرو نغوتو نريسبيريو بروفونديمون، وكنحسو براسنا باننا مخنوقين وما قادرينش نعيشو هاد لا سيتوياسيون اللي حنا كنعيشو فيها. اكيد لالا نبيله، يعني هاد الامور كلها اللي قلتي مهمه ومهمه بزاف، ولكن بصراحه انا كيجرني هذا الشيء لواحد سؤال اخر. شنو اللي تيخلينا في هذه المرحله بالضبط، اللي اكيد انا مرحله فيها ضغط كبير، ما نتحملوش بعضياتنا؟ كاين بعض الناس اللي ربما كيقول لك اليوم انا عاد اكتشفنا بعضياتنا، مابقيناش قادرين نتواصلوا مع بعضياتنا، مابقيناش نتحملوا مع بعضياتنا، مابقاش بغيت نسمع، مابقاش بغيت نسمعوا ما لا ما بين الازواج ولا ما بين الخوت ولا ما بين الاولاد. يعني كاينه واحد الضغط اللي بداو كيتشكاو منه بعض الناس على مختلف الفئات العمريه، من الاطفال، مراهقين، كما تنقولوا الكبار، حتى الناس يعني الشيوخ، حتى الاجداد. كاين هذا المشكل مطروح، شنو اللي خلينا اننا ما نتحملوش بعضياتنا ونترجموا الضغط اللي تنعيشوه كثر الغوات؟ ملي كنفيق صباح وانا كنتناقر ونتغوت نتناقر ونتغوت حتى كنسالي شنو اللي كيخلينا ما نستحملوش بعضياتنا؟ هي اننا كنوليو كنشوفوا شي حوايج اللي كنا رافضين نشوفوهم فقط. يعني هاد الناس ما تبدلوش، تحد الناس اللي عايشين معاهم ما تغيروش، راه هما نفسهم اللي عايشين معاهم دائما. غير هي في الماضي يعني ما قبل الحجر، كانوا شي حوايج حنا ما كناش باغيين نشوفوهم، ما كناش باغيينهم، لان حنا اختارينا اننا ما نشوفوهمش. لالا سكينه، لو سيرفو هومان كيقوم بعض العمليات باش يحميونا يعني من بعض الاشياء، اولا باش يدوزوا لينا بعض المعلومات بالطريقه اللي حنايا اختارينها. يعني الا اختاريت نشوفك بانك واحد السيده طيبه، راه غادي نبقى كنشوفك سيده طيبه. يعني الا اختاريت نشوف مثلا عندك واحد الجانب مظلم، راه غادي نشوف غير داك الجانب المظلم، وغادي نحيد ديك الطيبوبه بصفه نهائيه، ما نبقاش نشوفها على الاطلاق. دونك اش كيوقع مني؟ كنكون لقينا راسنا بوحدنا في مكان 24 ساعه على 24 ساعه كيف قلت، وكل واحد فينا كيحس براسو عيان وكيحس براسو ما عندوش لو كونترول. اشنو كيبقى ليه؟ كيبقى ليه الناس اللي قرب ليه، يعني كيولي كيدير عمليه لوبسيرفاسيون، كيولي كيلاحظ كيرسو، كيلاحظ اشنو كيوقع مني، كيلاحظ بحال كيبدل نهضر، بحال كيقول علاش كيبقى ناعس حتى ال 11، وعلاش هو كيتفرج في التلفازه وما كيبدلش، ما كيعطيش تيليكوموند الاخرين، وعلاش اتونسون هذا الشيء كله هو كان. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما كانش اننا ما كانش عندنا الوقت، لان كنا كنخرجوا وما كناش مسالين نشوفوا هاد لو كوتي. وثالثا انا دائما كنحاول نحافظ على راسي، كنحاول نقول بان انا هي الضحيه وبان الاخر هو السبب في داكشي اللي كنعيش، لان انا ما قادرش نفهم شنو هو السبب في هادشي اللي عايش. دونك كنحاول نرمي المسؤوليه على الشخص الاقرب ليا، اي دونك كنولي كندير هاد العمليه كنسميها اون فرونسي لا سوبريسيون. دونك جو سوبريم الحاجه اللي ما بغيتهاش
يعني كنمسحها بقومه بحال كناخذ اون غوم وكنمحيها كومبليتمون، وكناخذ الاشياء الاخرى اللي بغيت نشوف، لان انا دابا عجبني نعيش في دور الضحيه اللي مسكينه كتب عليها انها دكت في البيت، وكتب عليها الحج الصحي، وكتب عليها لو ميناج، وكتب عليها الدراري، وكتب عليها وكتب عليها، او للعكس الرجل حتى هو كيحس به، يعني كيحس بانه هو مخنوق، وهو كان تيخرج وكيمشي للكافي وكيشوف صحابه وكيشتغل وكيرجع، دونك ما بقاش كيدير هادشي. دونك تنبغي ندخلوا لهذاك الدور ديال الضحيه، وكندير واحد لا سوبريسيون كاع الاشياء الايجابيه اللي كانت او لا بعض منها، وكنوليو تنشوفوا شي حوايج اللي هي كانت موجوده، غير دابا حنايا كنحطوا كنقولوا بان راه هادشي يلاه اكتشفناه، يلاه ولا ما كانش. وبزاف ديال لي كوب مالوغوزمون لقاو راسهم كيقولوا انا مع من انا عايش، وهاد القضيه راه خطيره جدا، راه غير الفو تومبيري، لان هاد المساله سي جوست اون كيستيون دو سوبريسيون، ما عندها حتى علاقه مع واش لو كوبل هو هذاك، واش خويا هو هذاك، واش با هو هذاك، واش ولدي هو هذاك. هادي تو سامبلومون واحد الحاله نفسيه اللي كنعيشوها جميع، وكيخصنا شويه ان بو دو كالم باش نقدروا نفوتوها كلها. رائع لاله نبيله، ما عندي ما يتسالك. هنا غادي نبغي نطلب منك بعض التقنيات، الوغ كيفاش نقدروا نشتغلوا على نفوسنا في هذه المرحله بالضبط، اللي واحد المرحله فيها واحد الضغط، واحد التوتر، انسان قنط مع راسو، قلق بزاف الحوايج. اذا كيفاش نقدروا اننا نشتغلوا على اننا نبلعوا بعضياتنا، يعني كما كنقولوا ما نبقاش نشد على الصغيره والكبيره. فوالا تري بيان. الوغ اول حاجه غادي تحكي نديوها في سوق راسنا. اول حاجه هي انني خاصني نفهم بان هذيك الحاله اللي كيعيشها الاخر، هذا الاخر ممكن يكون خويا، با، مي، الزوج ديالي، الزوجه، الابناء، يعني هذه الحاله اللي كيعيشها راه هي حاله كتشبه الحاله اللي كنعيشها انا، يعني حاله فيها التوتر، فيها القلق، فيها المشاكل الداخليه ديال الشخص، فيها الخوف من المجهول، فيها الخوف على الشخص، على الصحه ديالو، فيها لا بانيك، لان كلنا كنقولوا الا خديت لو فيروس نقدر نموت، ونقدر نخلي ولادي، ونقدر، يعني فيها بزاف الاشياء. دونك اول حاجه نفهم بان هذاك الشيء اللي في الداخل ديالي، اللي بوتيتغ انا ما كنعبرش عليه، ولكن هو كاين وموجود، يعني بدرجات متفاوته بين الاشخاص، راه الاخر كيعيش نفس الشيء. يعني اول حاجه خاصني نعذر، خاصني نقول بلاتي راه انا وياه راه كنشوفوا، راه واحد كيشوف الاخر، ولكن كل واحد فينا كيعيش نفس الظرفيه اللي هي تفرضت عليه. هذه اول. ثانيا هاد الفرصه هذه اللي تتاحت لينا، انا كنقول هي فرصه عظيمه، لان ما كان ممكن حتى واحد فينا يتخيل بان واحد النهار كلشي غيجلس في دارو، وكلشي غيبقى جالس مع وليداتو، وكلشي غادي يولي اوبليجي باش يشوف غير في راسو وفي داكشي اللي داير به. هذه راه فرصه كيخصني نستغلها، فعواد فاش نبقى كنشوف الاخر شنو دار وشنو ما دارش، نشوف راسي انا اشنو درت في حياتي، اشنو ممكن ندير، اشنو هما الاشياء اللي جرحيني، اشنو هما الاشياء اللي سببي لي مشكل. يعني واحد اللقاء، واحد التواصل اكستراوردينير مع الذات، يعني ندير واحد اللقاء متميز مع الذات ديالي، نفرض على راسي، تنقولها واخا هذه الكلمه انا ما كتعجبنيش، ولكن نفرض على راسي انه يتفوكاليز على راسو، يعني ما نبقاش نشوف داكشي اللي كاين اللي داير بيا، كنشوفو ولكن ماشي خاصني نبقى كنشوف باش نكريتيكي ولا باش هذه مزيانه هذه ما مزياناش. انا ما خاصني نحيد ستيلو احمر، وخاصني نقابل راسي فقط، خاصني نشوف اشنو هما الاشياء اللي تاح ليا هذا لو كونفينمون. دونك هذه هي اول اكزرسيس خصنا نديروه. انا كنقدر نطلب كاريمون من الناس ورقه وستيلو ونقول لها لالا ولا سيدي ملي تفيق الصباح سير البالكون ديالك اولا الشرجم وغيسبيغ غيسبيغ بروفونديمون، خاصك تاخذ واحد الجرعه من الاكسجين هائله جدا، وملي كتاخذ ديك الجرعه قول الحمد لله، الحمد لله اولا انني في البيت ديالي، الحمد لله انني في الامان، الحمد لله انني يعني تنقدر نجلس مجموع مع عائلتي، الحمد لله على اشياء كثيره حنا عايشينها. دونك اول حاجه هي لا غراتيتود، دونك هذيك لا غراتيتود هي اول تقنيه من التقنيات اللي كتسمح لنا دائما اننا نكونوا مرتاحين في الداخل ديالنا، عندنا ديك السلام الداخلي، وفي نفس الوقت هذاك السلام الداخلي كيخرج كنخرجوه للاخر وكنبارطاجيوه معاه، وهو ملي كنديروا ملي كنبارطاجيو شنو كيوقع كيكثر
il se multiplie مع عمر لا غراتيتود ولا لو بوزيتيف مي كنخرجوه كيتوقف. دونك هذه اول مساله. ثاني مساله، اشاك فوا كنشوفوا الاخر كيدير شي حاجه كنحاولوا نشوفوا اشنا هي لانتونسيون بوزيتيف ديغيغ. دائما كاينه واحد الفكره اللي هي ايجابيه من وراء ذلك. شتي حتى فاش كتشوف شي واحد كيغوت شنو كتقول؟ كتقول مسكين راه سيغمون كاينه شي حاجه اللي كضرو لداخل. باش نتفاهموا على واحد المساله، لا كولير اولا الغوات ما عمرو كيكون عنده علاقه مع الاخر، كيكون عنده علاقه مع نفسي. الا غوت كنغوت لان انا اللي ما قادراش نتحمل داكشي اللي عايشه. لا كولير اولا ديك العصبيه الزائده ما كتكونش عندها علاقه مع الاخرين، عندها علاقه معايا انا، مع جروح عميقه كتكون عندي، مع عدم القدره ديالي انني نديفلوبي دي شوز، مع عدم القدره ديالي انني نبوح باشياء. دونك اشنو كندير؟ كنبدا كنغوت. وعلاش كنغوت؟ نغوت غير جوست حيت الاخر هو اللي حدايا، ما كاينش شي حد اخر. كون كان شي حد اخر في الخدمه كنغوت بدات في الخدمه، اولا كون خرجت في الزنقه كنغوت مثلا في الطريق وانا سايق اولا شي حاجه بحال هكا. دونك لو بوزيتيف في الليل وريقه واحده اخرى، وغادي نديروا فيها ثلاثه الاشياء ايجابيه قمنا بهم في هذاك النهار. ثلاثه، شتي تقدر تكون انا اليوم قديت اومليت نكتبها كنشكر راسي انني درتها، انا اليوم عاونت مثلا ما سوغ اولا مون فريغ، انا اليوم درت هذه. دونك تندير ثلاثه الاشياء ايجابيه تكون بسيطه جدا ولكن كنشكر راسي. هذه جوست واحد ثلاثه ديال لي تكنيك بساط ولكن كيعطيو واحد لو ريزولتا اكستراوردينير. كلام زوين بزاف لاله نبيله، وهذا الشيء غيجرنا لانه كيفاش نشتغلوا على نفوسنا. الوغ كيفاش غادي نقدروا في هذه المرحله اللي حنا يعني كندوزوها نشتغلوا على نفسنا، يعني كتقنيات نشتغلوا على نفسنا ونبعدوا من داك التدقيق. كاين بعض الناس ربما اللي كتعاني من بعض الاضطرابات النفسيه اللي من ضمنها مثلا الاكتئاب، كي من خلال الجلسات النفسيه او حتى الادويه اللي كيكون كياخذها كيمشي واحد البعد كبير عند الاخصائي باش كيشتغل معاك على الجانب ديال انه ما تبقاش كترد البال لكل شيء، ما تبقاش كتكونترولي كل شيء، كتبدا شي شويه كتزابي كما كنقولوا كتغمض عين ما كتبقاش تشوف كل شيء. الوغ في هذه الحاله هذه ربما للاسف لانه حنا ما عندناش جلنا ما نقولش كلنا ولكن جلنا ما عندناش ثقافه نفسيه كافيه، وبالتالي كنقدروا نكونوا مضطربين، كنقدروا يكون عندنا اكتئاب، كيقدروا يكون عندنا اكتئاب وقتي يعني نظرا لهذه المرحله اللي حنا كندوزو منها، فما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا. والبرمجه العصبيه يعني واضحه بزاف ديال الامور خاصه في هذه النقاط اللي كتخص يعني هذا الجانب ديال تعويد الذات والبرمجه ديال الذات. الوغ شنو غادي تقول لنا في هذا الباب نبيله؟ فعلا لاله سكينه، البرمجه العصبيه اللغويه هي من بين التقنيات الهائله جدا في هذه المساله هذه. الوغ جوست باش نشرح بواحد الطريقه مبسطه، شنو ملي كنتخلقوا كنكون دايرين بحال لا ماشين اورديناتور، يعني البرمجه اللغويه العصبيه كتقول لنا بان الطفل ملي كيتزاد كيكون بحال الهاردوير، كنسميوه الهاردوير، يعني هذاك الحاسوب اللي كنشريو، داك الحاسوب كنشريوه فارغ ما فيه والو، فيه لا ماشين خدامه بيان سور، وكاين باش كاين بعض لي بروغرام اللي كيخليوها تشعل وتطفى وتديماري. اش كيوقع باش هذيك لا ماشين تشتغل؟ كيخصنا انستاليو دي لوجيسيال. الناس راه كيعرفوا هذه المساله، كيشري الحاسوب كيدير واحد السيد كيدير الانستالاسيون اللي كيديرها راسو. هذيك لي بروغرام اللي كنستاليوهم هي تربيتنا، هي اللغه ديالنا، هي الدين ديالنا، هي لي زيكسبيريونس، هي قرايتنا، هي الكتب اللي قرينا، هي الافلام اللي شفنا، وهي بزاف الاشياء اللي حنايا عودنا راسنا عليها. فيها المفهوم ديال الشر والخير، فيها المفهوم ديال الحرام والحلال، فيها المفهوم ديال لاكسبتي اي لو ريفوزي، فيها المفهوم ديال الاعتقادات، فيها بزاف ديال المفاهيم. دونك يعني لو سيرفو هو مبرمج بطريقه اكستراوردينير، مبرمج انه يتلقى الامور بواحد النحو ويتصرف بواحد النحو، حنا كنسميوها لي استراتيجي. يعني ملي كنكونو حنايا دوفون واحد لو ديكلونشور او واحد المؤثر من المؤثرات، دونك اشنو كيوقع؟ كنتصرف بهاد الطريقه، وما عندي حتى شي طريقه واحده اخرى ممكن نتصرف بها الا هاد الطريقه. يعني اول حاجه كيخصني نبدا بها هي انني كيخصني ندوز من مرحله لوبسيرفاسيون،
هاد لوبسيرفاسيون شنو هي؟ هاد لوبسيرفاسيون هي تو سامبلومون كنشد راسي وكنبقى كنشوف كيفاش انا كنتصرف في بعض المسائل. علاش انا كنغوت؟ مثلا انا شفت ولدي كيلعب وكيجري، اشنو غيخليني انا نتعصب؟ اقسم ما شفتو كيلعب وكيجري، واش صدعني؟ واش اشاك فوا كنشوفو كيلعب وكيجري كنقول بان انا ما كيعطينيش القيمه لانني كنقول ليه جلس وهو ما بغاش يجلس؟ اولا انا كندخل في واحد المساله ديال لا كومباريزون مع اطفال وحدين اخرين وكنقول بوتيتر انا عندي مشكل في التربيه ديالو او دونك كاين بزاف الاشياء. ملي كنجي نشوف لو ديكلونشور كنلقى دائما بان هذاك لو ديكلونشور ماشي شي حاجه اللي باينه، شي حاجه بالعكس اللي ما بيناش ليا. تقدر تكون، تقدر بعض المسائل يعني الاشياء كتقدر تكون باينه، ولكن بعض المرات كتكون شي حاجه دافينه لان ما قادرش نلقاها وما قادرش نعبر عليها، وباسكو انا ما قادر نلقاها ما قادر نعبر عليها شنو كيوقع كنولي كنتصرف بطريقه اكزاجيري، يعني كتفوت الطريقه العاديه ديال التصرف في واحد المساله اللي ما كتحملش. دونك شنو كندير هنايا؟ ملي كنعرف علاش كنمشي لهذاك لو ديكلونشور كنحاول ندير ليه لا نوتراليزاسيون. دونك كنحاول نقطع، يعني بحال اللي قلتي ليا لو ديكلونشور ا كيعطيني بي، يعني من الف ب، يعني ا الا كان ا اوتوماتيكمون كيدوزني البي، اشنو كيوقع؟ كنولي كيخصني نقطع الطريق بيناتهم، كنقول لا لقيت هذه، هذا ما كيعنيش، ما كيعنيش هذا التحليل وما كيعنيش بانني كيخصني نتصرف بهذه الطريقه. دونك ملي كنديرها بيان سور كنحيد بعدا هذيك التصرفات وهذيك لي استراتيجي اللي كيجيو باش يبرسطون. البرمجه صافي، في البرمجه بحال لورديناتور ملي كيكون ان بروغرام ماشي هو هذاك كنقدروا ديزانستاليو، كنقدروا نديروا لا ميزاجور، كنقدروا ناميليوري، هو راه نفس النتائج بحال هكاك. الطبيعه لا تحب كومون ابل لو فيد، دونك لا ناتور نيت با لو فيد. ملي كنقولوا هاد الجمله هادي كتخلينا نعرفوا بان اي حاجه حيدناها خاصنا نديروا في بلاصتها حاجه واحده اخرى. الا ما درناش في بلاصتها حاجه واحده اخرى كيبقى عندنا واحد الفراغ. الطبيعه لا تحب الفراغ، دونك ما خصناش نخليو بلاصه فارغه، خاصنا تو سامبلومون ملي نحسوا براسنا ان شي حاجه بغينا نبدلوها كنبدلوها بحاجه واحده اخرى. ملي كنفيق الصباح باش اولي باش نغوت، يلاه كنبنغوت كنغيسبيري مثلا، اشاك فوا كنلقى راسي بغيت نرفع صوتي ثاني سا شانج داكور. وهادي جوست دي تكنيك اللي نقدروا نديروهم على ايشيل، على بزاف ديال الحوايج بنفس الطريقه، يعني باش نحاول نغير هاد المساله كنغيرها ونحط في بلاصتها حاجه واحده اخرى. رائع جدا، الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك لالا نبيله. وبها نبغيو نطلبوا منك بعض النصائح اللي يمكن انها تخلينا نجعلوا من هذا الضغط ضغط ايجابي. علاش لا؟ احيانا كاين بعض الناس اللي تيكون عندهم لو ستريس كما كنقولوا ستريس بوزيتيف. كيفاش ستريس بوزيتيف؟ يعني ملي كيكون ستريسي كيعطي احسن ما فيه، ملي كيكون ستريسي كيدوز لونتروتيان ديالو مزيان، تيخدم مزيان ديك الحاجه اللي خايف منها، كيفونسي فيها كينجح فيها. فكيفاش نقدروا نرجعوا هذا الضغط اللي وسط بعض الاسر اليوم واللي ديكلاراه عدد من الناس، واللي كاين بعض الناس للاسف يعني اللي اتصلوا انا بقرب من الموضوع، يعني كاين بعض صديقات ديالي اللي قريبات من مجال مثلا القضاء والنفس الى غير ذلك، يعني في الدردشه ديالنا على الاوضاع ومجموعه الامور تيقولوا بانه كاين واحد النوع من التوتر الغير مفهوم. يعني كاين بعض السيدات اللي وصلت انها كتعاد كتقول بغيت نطلق دابا مثلا، ما بقيتش قادره، صافي بركه تيدوش، يمكن انا ما يمكنش نبقى جالس معها 24 ساعه 24 ساعه في الدار مثلا. احيانا كاين بعض الاخصائيين اللي تصلوا بهم الناس، الاولاد كيدابزوا مع بعضياتهم، ما كيبغوش يسمعوا، ما مفهمينش، يعني تطرحات بعض الاشكالات لا نقولوا نتيجه هذا الضغط. فكيفاش نطوعوا هذا الضغط الى ما هو ايجابي؟ من طبيعة الحال هاد الأشياء كاينة كثيرة بزاف. إلا خدينا مثلا ليكزامبل ديال لاشين، راه قالك المحاكم يعني تلقات حالات كثيرة من طلبات الطلاق بعد لو كونفينمون، ولكن هادشي تو سامبلومون لأن الإنسان ما كيقدرش ما كيرجعش لراسو، يعني ما كيسولش راسو علاش حنا خاصنا نوصلوا أصلا لهاد المرحلة. راه كيف شرحنا تو طلاق، راه المسألة مسألة يعني ظرفية مفروضة، مسألة
يعني توتر داخلي اللي ما مفهومش، ولكن هو الشرح ديالو هو اننا حنا خايفين من المجهول، حنا خايفين على صحتنا، حنا خايفين من لا مالادي، حنا خايفين ان نفقدوا شي حد عزيز علينا، او حنايا راسنا نموتوا ونخليو وليداتنا. يعني هذا الشيء هو اللي كيخلينا حنا نتوتروا بهذيك المساله، ديك القضيه ديال انا ما قادراش نعيش معاه في بيت واحد. راه شوف راه حنا اللي كنخلقوا لراسنا يعني الظروف اللي تخلينا نعيشوا في واحد الطريقه. ولكن هنا بيان سور كنرجع لواحد المساله مهمه جدا على سكينه، يعني في اي اسره راه ما كاينش شخص واحد، راه كل واحد فينا مسؤول على داك الشيء اللي كيعيش. يعني ما يمكنناش نطلبوا من شخص واحد يدير المجهود، من شخص واحد يفهم، من شخص واحد يستمع، من شخص واحد يكبر دماغه. راه جميعنا مسؤولون على هذاك الشيء اللي كنعيشوا. يعني في هذه الظرفيه هذه كيخصنا نطلبوا مثلا من لي كونجوان، أن الزوج والزوجة بجوجهم أنهم يفهموا هذه الحالة اللي كيعيشوها. وفي عوض فاش نقولوا حنا حتى واحد فينا ما قادر يعيش مع حتى شي واحد، لا أتونسيون، راه حنايا مجبرين. ستادير دابا لا بون نوفيل هي أننا مجبرين أننا نعيشوا مع بعضياتنا، بيان سور مجبرين. دونك شنو خاصنا نحاولوا نلقاو طريقة واحدة أخرى في التعامل. دونك هنايا التواصل هو حاجة مهمة جدا. يعني كنقدروا نجلسوا بعضياتنا وكنقولوا واخا شنو واقع، علاش كل واحد فينا ما كيستحملش الآخر، ونخليو الاخر الفرصه انه يعبر لينا على الاشياء اللي كتديرهم جيه، وحنايا في نفس الوقت نعبروا عليها. دونك ملي نعبروا خاصنا نحاولوا نفهموا علاش حنا كنشوفوا عند الاخر هذا الشيء، ودونك هو علاش كيشوف فينا هذه المسائل هذه. اون فوا كنحاولوا نتواصلوا كنلقاو اشنا هو النقاط اللي كتخلينا دائما نوليو ايريتي وكنتصرفوا بطريقه لا عقلانيه. كيف قلنا راه كاين بزاف ديال الاضطرابات النفسيه اللي كنعيشوا، بعض المرات كنقدروا بيان سور نسيطروا عليها، وبعض المرات ما كنقدروش نسيطروا عليها لانها كتكون ثقيله علينا. راه البشر ضعيف، راه حنايا ضعفاء. هذاك الضعف ديالنا بعض المرات ما كنقدروش نسيطروا على الحاله اللي كتفرض علينا، وحيت ما كنقدروش نسيطروا عليها كنلقاو راسنا في واحد لامباس، يعني ما قادرين، ما عارفين ما نديروا، ما قادرين نديروا حتى شي حاجه. دونك اشنو كنطوروا في وجه داك الشخص اللي حدانا، وكنلقاو راسنا بيان سور صافي كنحسوا، كنظنوا اننا كنحسوا بالاختناق، واننا صافي الا خرجنا هادشي غيتبدل. الوغ الا خرجنا تاكدوا حتى حاجه ما غتبدل. يعني في هاد الظرفيه هادي مثلا جوج دخوت كيدابزو ما قادرينش يجلسوا بيناتهم، شنو واش كتظنوا الا خرجوا من هذاك البيت غادي يبقاو كيستحملوا كيستحملوا راسو؟ راه واحد ما كيستحمل راسو، راه هو كيدابز مع الاخر حيت هو ما كيستحملش راسو، ماشي حيت الاخر كيسبب ليه مشكل في هذيك المساله. راه كيكون شي مثلا جوج الخوت جالسين، واحد جالس ترانكيل، واحد كيجي كيضربو. علاش؟ لان هذيك المامون، انا ما كنقولش خاصو يضربو، هذاك المامون كيحس براسو بان بغى معملي لعب، حتى واحد ما دايها فيه، ما عاطينوش الاهتمام. دونك اش كيدير؟ كيقلب على شي طريقه باش نعطيوه الاهتمام. دونك ملي كيقلب على ديك الطريقه كيلقى اسهل طريقه هو الشخص الاضعف. الشخص الاضعف هو داك الاخ اولا الاخت. دونك باف دونك باش لاخور يغياجي ملي كتنوض الصداع كيقول واو كلشي كيشوف فيا وكلشي عاطيني الاهتمام. دونك ما تنساوش هاد المساله، راه كاين حتى المساله ديال نعطي اهميه لراسي ونقول لكم جيكزيست. دونك بعض المرات كنوضوا صداع غير باش نقولوا باننا حنا كاينين. لالا نبيله، غادي نمشي انا وياك لسؤالنا الاخير، واملنا انك تعطينا فيه معلومات كثيرة بغينا نستافدو. مشكورة جزيل الشكر. يعني كونكم مختصة في البرمجة اللغوية والعصبية وأيضا أستاذة جامعية في التواصل، مجالين اللي كاين واحد النوع من التقارب ما بيناتهم، فشنو هي النصائح اللي يمكن أنك توجهيها لنا جميعا كآباء، كأمهات، كأزواج، كزوجات، كأبناء، كأطفال، يعني كأشخاص، كأفراد، كيفاش نقدروا، او لا ما نقولش كيفاش نقدروا، وانما نصائح في العموم اللي تعاوننا في هذه المرحله ديال الكونفينمون. فعلا لالا سكينه، دونك ما بين البرمجه العصبيه اللغويه والتواصل، يعني هما راه كيمشيو بجوج ما يمكن لهمش يتفرقوا، لان البرمجه اللغويه هي اللغويه تنبرمجوا الدماغ، داكوغ. البرمجه العصبيه التي تمر من اللغه واللي كتستعمل اللغه كوسيله من وسائل ديالها باش نقدروا نفهموا هاد البرمجه ديال الدماغ. اشنو نقدروا نقول؟ اول حاجه كنقولها للجميع، راه توت شوز اريف بور اون ريزون ديتيرميني. اي شيء، اي حاجه كتوقع لينا كتوقع من اجل سبب ما، وهذاك السبب فهو خير، وحنايا كنجهلوه، حنا باقي ما عارفينش علاش، ولكن فهو خير لنا. لو فات ان كنعيشوا الحجر الصحي راه حيت فيه خير لينا،
راه قولوا بان هي اول مره في حياتنا كنقدروا نتوبليجاو اننا نجلسوا ونكتشفوا شي حوايج فينا، شي حوايج في عائلتنا، اننا نتهناو من الترونسبور، نتهناو من الخروج والدخول، نتهناو من بزاف د الحوايج كاينه على برا اللي بدات حنا ما محتاجينش ليها ولكن كنا كنظنوا اننا محتاجين ليها. دونك هذه اول حاجه، توت شوز اريف بور اون ريزون ديتيرميني، وهاد لا ريزون فيها خير وخير كبير، وحنايا ماشي بالضروره نعرفوا علاش دابا ولكن غادي نفهموا من بعد علاش. ثاني حاجه، راه الاخر فهو ضعيف مثلي انا، دونك لوطخ هو الضعف ديالو بحال الضعف ديالي انا، راه ما نظنش بانه هو يعني قوي او لا عنده من الجبروت اللي كيخليني انا نحاني. راه اي حاجه كيديرها لانه كيحاول يدافع على راسه من واحد لو مالاتر اللي كيعيشو، واحد الضغط نفسي كبير كيعيشو، وتو سامبلومون هو كينفجر لان جوست انا هو اقرب شخص ليه كينفجر في وجهي. دونك ما كنقولش بان هو دائما كيخصو ينفجر في وجهي، ولكن نقدر نفهمه، نقدر نعذرو، ونقدر نساعده باش يقدر يخرج من هذيك المساله، ولكن كيخصني قبل من داكشي نشتغل على راسي، نساعد راسي، نفهم راسي، ونعرف علاش انا تا انا كنقر، علاش جوغال، علاش ما عجبني حتى شي حاجه، علاش شوف اشنو غيوقع مثلا الا شي حاجه ما دارتش، اش غيوقع؟ والو. عرفتوا راه ملي كنبقاو كنفكروا في الاشياء اللي كتخلينا نتعصبوا، راه كنلقاو راسنا اننا كنتعصبوا على التفاهات، ما كاين حتى شي حاجه كتستحق اننا نتعصبوا عليها. واحد السيده كتهضر معايا قالت لي ولدي ما بغاش يقرا. قلت لها لا، راه شوف راه ملي كيكون الدراري صغار راه ماشي شهر ديال القرايه الا ما قراش هو اللي غادي يخلي هذاك الطفل يكون ما يكونش مجتهد وما يديرش شي حاجه في حياته. راه ماشي مشكل، راه الطفل حتى هو راه كيعيش واحد الضغط نفسي اللي خاصنا نفهموه. راه كان تيخرج كيمشي للمدرسه يلعب مع صحابو، كان تيمشي لو بارك، كان تيمشي يجري، دابا ولا في ابارتمون محبوس ما قادرش يخرج. دونك سي توت افي نورمال انه يدير لي بيتيز. خلي وليداتنا يلعبوا في الدار، خليهم يرونوا الدار، خليهم يقربوا الدار، خليهم يدخلوا الكوزينه ويقول لك غنعاونك وعطيه يعاونك. ما كاينش مشكل الا الطفل حاول حتى هو يخرج هذاك لو ستريس ديالو بهذه الطريقه. وفات حاجه واحده اخرى، لاحظوا الاطفال ديالنا كيفاش كيخدموا. عرفتوا الاطفال هما الاكثر حاجه كتعجبني عندهم، هي ان ملي كيكونوا كيحسوا بالملل وكيحسوا بالقنطة كيدوزوا لمرحله ديال الابداع. الطفل ملي كيمل كيبدع، الطفل الصديق ديالو هو الملل. الملل كيخلي الاطفال يبدعوا. دونك شوفوا الاطفال ملي كيملوا اش كيديروا ونتعلموا منهم، نسمعوا الطفل الداخلي ديالنا ونحاولوا نديروا لا ميم شوز. حاجه واحده اخرى، لا بيانفيونس. لا بيانفيونس شي حاجه رائعه جدا، ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه، ولكن لا بيانفيونس هي اننا ملي كنردوا البال الاخر، ملي كنحاولوا عليه، ملي كنسمعوا ليه، ملي كنحاولوا ما ناديوش، كنحاولوا ما نضغطوش عليه، ما نديروش عليه بزاف ديال، ما كاينش بزاف الهضره وبزاف النكير ايتو. لا بيانفيونس مهمه، ملي كنقول انا بيانفيون علي غارد لوطخ، حتى هو كيحاول يدير نفس الشيء بالنسبه ليا، لانه بالنسبه لي راه اي حاجه كنديروها بطريقه متبادله. حاجه واحده اخرى، ما نبقاوش نهار وما طال حنا كنتفرجوا في لا تيلي وكنشوفوا الاخبار ديال شحال من حاله تزاد، شحال من حاله ما تزادش، شحال مشاكلها. نو 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 نو، في هذه الظرفيه هذه نحاولوا نشوفوا افلام تضحك، نحاولوا نديروا دي زاكتيفيتي اللي كيعجبونا، نقدروا نديروا شويه الرياضه، نقدروا نديروا شويه الموسيقى، نقدروا نقراو، نقدروا نلعبوا، نقدروا نخلقوا لعب جديده، وفات اشياء جديده نلعبوها مثلا مع الاطفال ديالنا او لا حتى حنا كبار، حنا شحال هذه ما لعبناش. دونك بوتيت هذه هي الفرصه اننا نقدروا نلعبوا. اي دونك ملي كنفكروا في هذا الشيء كامل كيخلينا نقولوا راه فينالمون هذا لو كونفينمون راه ماشي شي حاجه اللي فريمون نيجاتيف، راه فيها بزاف ديال الاشياء الايجابيه جدا. سا سوفي جوست اننا نفكروا بان فيها الايجابي. دونك بحال قلت لك عندك لغز، الو تذكر ان راك نتايا في واحد الحاله وعندك واحد اللغز، عافاك القليله الاشياء الايجابيه اللي كاين في هذا لو كونفينمون. هذا سؤال غادي نخلي كلهم الناس يجاوبوا عليه. تذكروا ان هذا الشيء اللي كيوقع لكم لانه ايجابي بالنسبه لكم، ولانه فيه خير وخير كثير جدا. دونك كل واحد فينا يحاول يلقى اشنا هو الايجابي اللي عنده في هذه المرحله اللي كيعيشها في حياته، وغيلقى الجواب بنفسه.
شكرا جزيلا للسكين على الاستضافة، والله يخلينا على خير، والله يخليك على خير وجميع المشاهدين والمستمعين ديال ميد راديو. شكرا جزيلا لكم، والله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. ما عندي ما يتسالك، شكرا جزيلا ليك لالا نبيله على كل هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. كان لقاء ممتع وشيق معاك، وان شاء الله باذن الله بالتعاويده كيف ما تنقولوا. شكرا جزيلا ليك، كانت معنا اليوم مشرفنا ومنورانا الاخصائيه ابن احود نبيله، اخصائيه في البرمجه اللغويه والعصبيه واستاذه جامعيه في التواصل. شكرا لك على المعلومات كلها اللي تقاسمتيها معنا، ونتلاقاو ان شاء الله قريب. لهلا يخطيك، شكرا لك. كنشكركم مشاهدينا على حسن الاصغاء والمشاهده والمتابعه، ونتمنى انكم دائما تحافظوا على ما هو ايجابي. اكيد انه المرحله ماشي سهله، ولكن ايجابيتنا من شانها ترفع من مستوى المناعه ديالنا. شكرا جزيلا لكم، ما تنساوش باللي يمكن لكم تواصلوا معايا وتراسلوا معايا من خلال بطبيعه الحال من خلال الفيديو، تصيفطوا لنا اسئلتكم اقتراحاتكم. التفاعل من المباشر اثناء بث الفيديو، فانا كنكون معكم بشكل مباشر، فمرحبا. ايضا يمكن لكم تبعثوا لي باقتراحاتكم، امور اللي راهقاكم دابا، مديرونشياكم، بغيتوا تعرفوا عليها معلومات، انا في الخدمه طبيعه الحال. وكنوجه تحيه لجميع الناس اللي كتساعد وكتعاون معنا باش نقربوكم من المعلومه اللي تعاونكم في هذه المرحله هذه. شكرا جزيلا لكم خوتي وخواتاتي، كنموت عليكم وتستمر الحياه.